لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أمين. لازلنا أحبتي مع كتاب الجهاد. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من الغلول والتشديد فيه. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني. يحكي لنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هذه السنة العملية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند جمع الغنائم وإصابة الغنائم. فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم، أي كل من قد حاز شيئا من الغنيمة فإنه يأتي به إلى الإمام ليقسمه، وليس كما كان أهل الجاهلية يفعلون، كل من وقع تحت يده شيء أخذ وانتهب، وإنما شرع لنا الله عز وجل وبين قسمة الغنائم كما سنذكر. قال: فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل يوما بعد النداء، يعني بعدما سمع النداء بجمع الغنائم، جاء بزمام من شعر. زمام أي خطام، بزمام أي بخطام، والخطام ما يفعل ويضفر من الشعر أو الليف أو غير ذلك اللي تقاد به الدابة ونحو ذلك. فقال: يا رسول الله، هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة، يعني ما سلمته بقي معي. فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم، يعني قبل أن يعاتب أو يصدر حكما فإنه يستفسر ويستفصل عن الحال والسبب لما أخر تسليم هذا الجزء من الغنيمة. قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة. إذن هذا العذر غير، إذن هذا العذر ماذا؟ غير مقبول. لذلك نقول هذا اعتذار غير مسموع كما قال العلماء، ولذلك أتت بعده هذه العقوبة الشديدة. اعتذر إليه، نقول هذا اعتذار غير مسموع، يعني لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم له ولم يجعله عذرا مقبولا. فقال له: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. وفي الحديث فوائد: أولها مشروعية قسمة الغنيمة. قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اكتب كده قسمة الغنيمة كيف تكون. فربع
كما بينت الآية في مصارف المسلمين العامة، وأربعة أخماس يقسم على المجاهدين يعني بين الغانمين بالتساوي، ولكن يفرق بين الفارس والراجل. الراجل اللي هو الإيه؟ ليس له فرس وإنما يقاتل على قدميه. الفارس ثلاثة أسهم، خمس. احنا قلنا ايه؟ خمس. تاني كده، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. احنا قلنا ربع في الاول، لا خمس. خمس كما بينت الايه، هذا يصرف في مصارف المسلمين العامه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أربعة أخماس يقسم على المجاهدين بين الغانمين بالتساوي. الفارس له ثلاثة أسهم، سهم لفرسه وله إيه؟ سهمان له وسهم لفرسه، وللراجل سهم واحد، وللراجل سهم واحد. طيب دلوقت هل تقسم الغنيمة بهذه الصورة؟ يعني الإنسان اللي في دبابة ده يبقى بمقام مين؟ أو في طيارة يبقى بمقام الإيه؟ ها؟ الفارس، تمام؟ والمشاة؟ تمام؟ لا غلط. ليه؟ قديما كانوا يأتون هم بأدوات القتال، يعني هو الذي يأتي بالفرس الذي يقاتل عليه. أما الآن فالطائرات والدبابات وغير ذلك من وسائل القتال إنما توفرها الإيه؟ الدولة. فليس الأمر كذلك، بل وتدفع الرواتب للجنود والعساكر، فالأمر قد اختلف. فهم الآن يعني ليس كما كان قديما في شراء هذه الوسائل التي يقاتل عليها. هذه أول فائدة، مشروعية قسمة الغنيمة وبيان كيف تقسم، وليس أن تكون الغنيمة نهبة كما كانت في الجاهلية. زي ما قلنا في الأول، كان اللي يلاقي حاجة ياخدها، من وقع على شيء وسبق إليه أخذه، فهذا ليس مشروعا في الإسلام، وإنما الغنيمة تقسم بهذه الصورة. الفائدة الثانية من فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل السنة قولية وفعلية وتقريرية. حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل السنة، لأنه ينقل لنا كيف كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تمييز شريعة الإسلام عن العادات الجاهلية، إذ كانوا ينهبون الغنائم، وكل من وقع على شيء فهو له، فجاءت هذه الشريعة بهذه القسمة العادلة للغنيمة. قوله فيخمسه ويقسمه على نحو ما ذكرنا في الفائدة الأولى، وفيه بيان كيفية قسمة الغنيمة. هذا المقصود بقوله فيخمسه ويقسمه. فيقول فجاء رجل يوما بعد النداء. نداء مين؟ ده سيدنا بلال لو أمر الناس بجمع الغنائم. جاء رجل بعد النداء بزمام من شعر، وقال يا رسول الله هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة، هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة. هل بادره النبي صلى الله عليه وسلم بالعقوبة؟ ها؟ أو ما جاء من الغنائم وأنا كنت إيه غليته يعني ما جبتهوش، عمل إيه؟ سأل. يبقى الأول التثبت، التثبت حتى لو هو جاي والإدانة معاه، هو جايب حاجة هي خدها من الغنيمة قبل القسمة، تمام كده، ده دليل إدانة زي ما بيقولوا. ومع ذلك فانظر في القواعد التي يسير عليها الوالي والحاكم، قال له أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ ليه سألوا السؤال ده؟ ممكن يكون ما سمعش،
يكون وبلال بينادي كان في قضاء حاجة. تمام كده؟ ماشي. كان في قضاء حاجته مثلا، بيقضي حاجاته بعيدا في الصحراء أو مثلا بين الجبال. تمام؟ فعايز يتأكد إن هو إيه؟ بلغه. ممكن يكون كان نايم، ما سمعش بلال وهو بإيه؟ ينادي بجمع الغنائم. فلذلك قايب هنا نقول لا عقوبة إلا بعد البلاغ، ودي فايدة. أسمعت بلالا ينادي ثلاثة؟ فقد يكون له عذر في عدم إحضار ما لديه. لذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فلما قال نعم أيضا سأله سؤالا آخر، قال ما منعك أن تجيء به؟ ليه ما جبتهوش لما سمعت بلال ينادي؟ وهذا تأكيد وبيان أن الإمام يحرص على أو يكون رحيما بالناس ويلتمس لهم الأعذار ما استطاع. يعني مش همه أنه هو يقطع، وهمه أنه هو خد بالك يسجن، لا، هو عايز يعني يخلص الناس من العقوبة قدر ما يستطيع. لذلك لما أتى الرجل يعترف بالزنا قال له إيه؟ أبيك جنون؟ هل شربت شيئا؟ وأمر الصحابة أن يستنكهوا، يشموا إيه؟ فمه ونحو ذلك. شوف الحرص اللي في الإسلام وعند الأئمة على يعني سلامة المكلفين ونجاتهم. مش يبقى بقى هو عايز يفتش ويتتبع عورات الناس ويفعل المخالفات حتى يعني يقيم على الناس أحكاما هي لم تجب عليهم، لأنها لم يعني ينطبق عليها الشروط الشرعية لتطبيقها. لذلك قالوا ليس للإمام أن يتجسس على الناس ليرى المنكرات، ما يروحش يتسمع كده يشوفهم شغالين ايه دول وبيسمعوا ايه وبيسهروا على، لا، ليس له ايه، بل ما ظهر من المنكرات بدون ايه، ها، تجسس. تمام؟ قال ما منعك، تأكيد لالتماس العذر للعاصي، فربما سمع ولكن حال بينه وبين إحضار ذلك حائل. يعني ممكن يكون فعلا سمع بس هو جاي يجيبه مثلا، حصل حاجة، حصل عذر، معرفش يوصل الحاجة قبل القسمة، فاعتذر إليه. وذكرنا أن هذا العذر غير مقبول، لأنه قال له بعد ذلك كن أنت تجيء به يوم القيامة. يعني الغلول اللي أنت غليته ده أنت هتجيبه فين؟ ها؟ يوم القيامة. وهذا فيه ترهيب شديد ووعيد لصاحب الغلول، إذ يأتي به يوم القيامة ويطالبه كل من ظلمه حقه بحقه. يطالبه كل من ظلمه حقه بحقه. هنقول طيب هو هنا مش احنا ذكرنا كيف تكون توبة الغال، ولا نسيتم؟ الناس اللي حضرت المرة اللي فاتت قلنا يعمل ايه؟ تمام، جزاك الله خير. قلنا القسمة كما أو كيف يفعل في ذلك. ومع ذلك في مثل هذا الموقف أو في هذه الواقعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل كن أنت تجيء به يوم القيامة. تمام؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له كن أنت تجيء به يوم القيامة؟ لماذا؟ قال العلماء لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الرجل تشديدا وتغليظا وسدا لذريعة التساهل في الغلول. تشديدا وتغليظا وسدا لذريعة التساهل في الغلول عشان الناس ما تتساهلش بعد كده. تشديدا وتغليظا وسدا لذريعة التساهل في الغلول. ولذا أفتى بعض التابعين الغال، خذوا بالكم من الفتوى دي، أفتى بعض التابعين الغال بأن يتصدق بما غل عن المسلمين، وقال له الله أعلم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وأقره علي على ذلك رضي الله عنه وفرح بهذه الفتية. وهذا مما ذكر في بيان ماذا يفعل أو يفعل من غل، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما ذكرنا، فعل ذلك لما ذكرنا. وقد سبق ذكر خلاف العلماء في حكم الغلول في الدرس السابق.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قال ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي يعني وادي القرى إيه وادي القرى؟ واد بين تيماء وخيبر فيه قرى كثيرة وبها سمي وادي القرى هم سموا وادي القرى لأن في قرى إيه؟ كثيرة يمر بها حاج الشام وكانت قديما منازل عاد وثمود وبها أهلكهم الله قال ثم انطلقنا إلى الوادي وادي القرى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من بني جذام وفي البخاري وغيره أن اسمه مدعم اسم العبد ده إيه؟ مدعم وهبه له رجل من بني جذام يدعى رفاعة ابن زيد من بني الضبيب في بعض النسخ رفاعة ابن إيه؟ يزيد قال الشيخ الألباني وهذا خطأ هو رفاعة ابن إيه؟ ابن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة فرمي بسهم فكان فيه حتفه يعني هلاكه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده كلا يعني ليس كما تقولون ليس بشهيد إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم أخذها من المغانم من الغنائم يعني أخذها قبل قسمة الغنائم فكان ذلك غلولا لم تصبها المقاسم يعني قبل القسمة يعني لم تجري عليها القسمة قال ففزع الناس لما سمعوا أن الرجل ده يعذب في القبر تشتعل الشمل عليه نارا تلتهب عليه نارا فزع الناس من ذلك فجاء رجل بشراك أو شراكين الشراك اللي هو سير النعل الذي يكون على وجهه الرباط اللي بيبقى على النعل من فوق سير النعل الذي يكون على وجهه فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال أصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال الشملة كساء أصفر من القطيفة يتشح بها كساء أصفر من القطيفة يتشح بها يعني يجعلها وشاحا يجعلها على كتفيه أو رأسه ونحو ذلك والحديث كما سمعتم رواه البخاري ومسلم وهو يبين لنا أيضا خطر هذه الكبيرة كبيرة الغلول يحكي أبو هريرة هذا الموقف وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من البذل والنصرة للدين وهذه أول فائدة هناك فائدة فاتت في الحديث السابق تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فلن أقبله منك قال الطبي رحمه الله هذا وارد على سبيل التغليظ لا أن توبته غير مقبولة هذا وارد على سبيل التغليظ لأن توبته غير مقبولة ولا أن رد المظالم على أهلها أو الاستحلال منهم غير ممكن هذا كلام متين مهم جدا هذا وارد على سبيل التغليظ لا أن توبته غير مقبولة ولا أن رد المظالم على أهلها أو الاستحلال منهم غير ممكن وقال بعض أهل العلم إنما لم يقبل ذلك منه لأن جميع الغانمين فيه شركة هم كلهم إيه؟ مشتركين فيه في القسم بتاعته وقد تفرق وتعذر إيصال نصيب كل واحد منهم إليه
فتركه في يده ليكون إثمه عليه لأنه هو الغاصب. تخيل يعني دلوقتي القسمة خلاص اتقسمت وكل واحد خد نصيبه، طب الجزء ده ما اتقسمش، عشان يتقسم لازم على ايه؟ على 1000 واحد 2000 3000، هنجيبهم منين؟ قال إنما لم يقبل توبته لأن جميع الغانمين فيه شركة وقد تفرقوا وتعذر إيصال نصيب كل واحد منهم إليه، فتركه في يده ليكون إثمه عليه لأنه هو الغاصب. وقال الإمام المنذري رحمه الله كان هذا في اليسير، فما الظن بما فوقه؟ إذا كان ده زمام، ده خطام زي حاجة بتتربط بها الدبة، ما بالك بقى اللي غل إيه أكتر من كده؟ الناس اللي بتسرق من أراضي الدولة مثلا بمئات، لا ملايين الأفدنة على الطرق الصحراوية، ويقول لك مليون فدان، 2 مليون، الناس اللي بتسرق من الميزانية، وكل ده يدخل تحت إيه؟ حكم الغلول. وشوف بقى ده كم واحد ليه فيه حق؟ حوالي 100 مليون واحد. تخيل بقى لما 100 مليون دول يوم القيامة إيه؟ يجوا عايزين حقهم منه. شفت بقى إن المصيبة كبيرة إزاي؟ الناس اللي بتسرق مية من وراء العداد، أو بتسرق كهرباء، خدت بالك، أو بتكسر تضرب العداد عشان القراية تتلخبط أو تقف أو إلى آخره، كل ده سرقة من أموال المسلمين. وكما ذكرنا أموال المسلمين أعظم خطرا وإثما من الأموال الملكيات الخاصة، لأن الخاصة دي منك لواحد ليه حق عندك، لكن العامة إيه؟ كله هيطالبك بالحق يوم القيامة. قال المنذري كان هذا في اليسير فما الظن بما فوقه. أما الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة، أول فائدة في قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من بذل وتضحية ونصرة لدين الله عز وجل. خذوا بالكم من حاجة مهمة قلتها قبل كده وبعدها تاني، لن يظهر لك ذلك إلا إذا فعلت مثل فعلهم. يعني ما تيجي تبص في كتاب كده من كتب السير زي الرحيق المختوم وتشوف كده تسلسل الغزوات قبل ذكر يعني ما كان في المدينة من أعمال، كده بعد نهاية المرحلة المكية هتلاقوا صفحة كده أو صفحتين جايب فيها سياق الغزوات، هتلاقي تقريبا بعد بين كل غزوة وغزوة شهر وشهرين وثلاثة. طب تخيلوا كده لو ده واقع دلوقت والإسلام يحتاج مننا اللي احنا نطلع للغزو، الواحد مننا هيقدر يسيب شغله ومصالحه كم مرة في السنة عشان يطلع يروح غزوة؟ يا عالم هيطلع هيرجع ولا مش راجع؟ ده احنا طلب مننا ما هو أهون من ذلك، تداوم وتحافظ على الدرس ومعاك كتابك، تكتب الفوائد اللي تتعلمه تعلمه لأهلك تنشره، لأن هذا من الجهاد أيضا، جهاد النفس في تعلم العلم، ثم جهاد النفس في العمل بالعلم، ثم الجهاد في ساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فرق كبير بين السلف وبين الصحابة وبين من أتى بعدهم. وفي قول أبي هريرة ففتح الله علينا فائدة، وهي أن النصر من عند الله، إنما النصر من عند الله، فتح الله علينا. ونسبة الفضل إلى الله تعالى، نسبة الفضل إلى الله تعالى. يقول فلم نغنم ذهبا ولا فضة ولا ورقا، والورق أيضا يطلق على الفضة، دراهم والدنانير، الدنانير من الذهب والدراهم تكون من الفضة. غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي، وادي القرى، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من بني جذام. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة من إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خدمته والتأدب معه، يحرصون على قضاء حوائجه، يهبونه من منائحهم ومن عبيدهم كما نرى. يدعى رفاعة ابن زيد، ده الصحابي، والعبد قلنا اسمه مدعم، من بني الضبيب هذا الرجل الصحابي. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة. قام عبد رسول الله، هذه العبارة النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد في الحديث لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول أول يقول فتاي وفتاتي. ليه؟ للعبودية لله، مع أنه ما يقصدش واحد عنده عبد يقول لك أنا بعت عبدي يشتري، هو ما يقصدش أنه عبده بيعبده، لكن يقصد إيه؟ الرق والأسر، أنه أسير،
أنه عبد وليس حرا، ولكن حتى هذا المعنى وإن لم يكن يقصده الإنسان فنهى النبي عن هذه الكلمة، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. هذه فائدة تتعلق بهذه العبارة. قام يحل رحلة، فك بقى الرحل اللي هو على البعير اللي يستريح ونحو ذلك. فرمي بسهم فكان فيه حتفه، جاله سهم قتل بسببه. تخيل معي هذا الرجل قد نال شرف الصحبة بل والجهاد في سبيل الله، ومع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يموت على هذه المعصية. ودي فيها فايدة مهمة جدا، لا تأمن على نفسك ولا تغتر بعملك مهما كان قدرك، فأنت لا تعلم كيف تكون الخاتمة. لا تأمن على نفسك ولا تغتر بعملك مهما كان قدرك. الإنسان يتعجب يعني إيه خد إيه، يعني إيه اللي هو اللي غله ده؟ شملة يعني كساء الإنسان يحطه على كتفه أو على رأسه يساوي كام؟ الحديث اللي فات كان غل إيه؟ زمام، يعني خطام، حاجة تتربط بها الدب تساوي إيه؟ يعني مش غل جمل مثلا، مش غل فرسين، لا. فشوف النفس بتعمل إيه في الإنسان لما تسول له المعصية وتهلكه وترديه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان ده في ناس قدرهم كده يبقى إحنا نخاف على نفسنا أكتر. محدش يأمن على نفسه مهما كان قدرك في العلم وفي العبادة والعمل وفي الدعوة. كن دوما راجيا خائفا، كن دوما راجيا خائفا. هذا رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، ثم كانت هذه النفس الأمارة سولت له هذه المعصية ففعلها، فحرم بسبب ذلك الشهادة، حرم بسبب ذلك ثواب الشهادة. والحديث استدل به العلماء على فائدة جليلة نفيسة. إيه هي؟ هل الصحابة، ركزوا كده في السؤال ده، هل الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم؟ أيوة، الله ينور عليك. إجمالا لماذا؟ لأن بعضهم كمثل هذا الرجل قد ختمت حياته بهذه المعصية، فإذا ما قارنت نفعه للإسلام وغناءه عن الإسلام والمسلمين بإمام كالإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو مالك أو شيخ الإسلام تيمية أو غير ذلك، لا شك هناك فرق. فلذلك قال العلماء الحديث هذا يدل على أن تفضيل الصحابة على من بعدهم على سبيل الإجمال لا التفصيل، يعني مش كل فرد من الصحابة أفضل من كل فرد ممن إيه أتى بعد ذلك. وهناك مثلا الغامدي والغامدية، يعني قتلا في الإيه، في الزنا حدا، تمام. فهذا يدلك رغم ما لهم من شرف الصحبة، ولكن ربما أتى بعدهم بعض الأفراد والأحاد، ربما سبق بعضهم بعض هؤلاء رضي الله عنهم جميعا. فأين مكانة هذا الصحابي من مكانة الأئمة الأعلام الذين لهم اليد الطولة على الأمة في العلم كالأئمة الأربعة مثلا وشيخ الإسلام ابن تيمية ونحو ذلك، مع معرفة شرف الصحبة؟ طيب، هذا الرجل فعل حسنات صح ولا ما عملش؟ ومنها ما ختم له به اللي هو القتال في سبيل الله، الجهاد. طب جت السيئة عملت ايه؟ مش كله طبعا، يبقى الآية بتقول إن الحسنات يذهبن السيئات، واستدل العلماء بالآية على العكس، قالوا وبعض السيئات قد تذهب بعض الحسنات. طبعا في سيئات تذهب كل الحسنات اللي هي الشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت خلاص كل العمل حبط العمل. لو مات الإنسان على الشرك والعياذ بالله خلاص كل اللي عمل وراح، إلا لو تاب من هذه الردة فبرحمة الله وفضل يعود إليه ثواب إيه؟ عمله السابق الذي عمل كما قال العلماء. يبقى في سيئات بتعمل إيه؟ تحبط العمل جملة، وهناك سيئات تحبط بعض الإيه؟ العمل، مثل الغلول. فالغلول يضيع ثواب الإيه؟ الشهادة، ثواب الجهاد.
هذا دليل لقاعدة السيئات تذهب الحسنات. هذه الكبيرة حرم العبد بسببها من ثواب الشهادة، لأنه هنا قال إيه لما قاله هنيئا له الشهادة؟ قال إيه؟ كلا. يعني كلا؟ لا، ليس الأمر كما قلت. ها، وفي الحديث السابق لما قالوا له استشهد مولاك قال بل يجر إلى النار. الحديث اللي فات فلان شهيد قال كلا إني رأيته في النار، تمام كده. في الحديث اللي بعده قال فدرع مثلها من نار، يعني تحط له درع على جسمه من النار في مقابل هذا الغلول الذي غله كما سيأتي. يبقى إذن هذه السيئة ضيعت عليه ثواب الحسنة، ثواب الشهادة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وفيه تحريم الغلول وأنه من الكبائر وإن قل، تحريم الغلول وأنه من الكبائر وإن قل. طيب لما قالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله قال كلا والذي نفس محمد بيده، فهذا قسم ولم يطلب أحد القسم، فهذا يدل على جواز القسم والحلف من غير استحلاف إن كان من باب الإيه؟ التأكيد، إن كان من باب التأكيد. قال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم لم تصبها المقاصي. هذا دليل على ماذا؟ لتشتعل أو لتلتهب عليه نارا. نعم، هذا من أدلة أهل السنة في إثبات عذاب القبر. إن الشملة لتلتهب، اللام للتأكيد، تلتهب فعل مضارع، تلتهب الآن عليه وهو بعد لم يأتي يوم القيامة، فهذا دليل على أن هذا العذاب في النار، في القبر، من أدلة أهل السنة على إثبات عذاب القبر. أي لتلتهب عليه نارا، يعني في القبر. فلما سمع الناس ذلك الصحابي قال ففزع الايه الناس، ودي فيها فايدة مهمة جدا. ايه ففزع الناس؟ تفيد ايه؟ ها، فايدة. بقول فايدة بقولكش معناها ايه، يعني عايزك تعرف ازاي تطلع الفايدة. تقول الخوف منعه وخاف، ايوه كده، اثر ذكر اليوم الاخر في امتثال الشعائر. الناس ليه بتتهاون بالصلاة؟ الناس ليه بتسرق؟ الناس ليه بتغل؟ ليه بتغش؟ ليه بتختلس؟ ليه؟ لأنه ما بيسمعوش أمثال هذه الأحاديث. إحنا عايزين الأحاديث دي نطبعها ونعلقها في المكاتب بتاعة الوظائف الحكومية وغيرها والخاصة، ونعلقها في المحلات في الشوارع. كل هذه الأحاديث التي تتناسب مع المعاصي التي يقع فيها الناس محتاجين ننشرها على أوسع نطاق. الإخوة اللي بتوع القوافل الدعوية، الجانب ده مهم جدا، ان احنا مش نكلم الناس وخلاص ونمشي. انا عايز اسيب له اثر، لو اخد معايا مثلا في القافلة دي بعض الاحاديث عن اداب البيع والشراء وخطر التطفيف، تطفيف الميزان، والمكان اللي احنا لفنا فيه معايا كده نروح عاملين ايه، موزعين الاحاديث دي تتعلق كده في المحلات. يبقى احنا كده نشرنا ايه؟ سنة. في مرة تانية هنروح جايبين احاديث عن فضل الصلاة وأهمية صلاة الجماعة، ونكلم الناس عن الصلاة وننشر الأحاديث دي مرة بعد مرة. هتلاقي نفسك بتعلم الناس السنن، وآلاف الناس هتقرأ الأحاديث دي وينتشر الخير في الناس، وأنت ما كلمت أحدا وبس أنت علقت الحديث. اللي في ناس عايزة تسمع، الناس مش فاهمة، مفكر يعني أنت مش شايف وضعنا، هو اللي بيدولنا الفتافيت دي اللي بيدولنا آخر الشهر دي تنفع حاجة؟ ما أنا لو ما خدتش القرشين من هنا على قرشين من هنا على واحد بيديني حاجة مش هعرف عيش أنا وعيالي. شوف الشيطان إيه بيزين له الإيه، وبيسول له، وبإيه عايز أقول نقوله معايا، يعني بيسوغ له، يعني عايز يشوف إن كده إيه ده ما فيهاش حاجة. أيوة، مش هنقول بيحلل، هو عارف إنه حرام، لكن هو عايز يخلي الموضوع عند نفسه مش إيه بالظبط. اه، زي بعض الناس يشتغل عند واحد فمثلا بيديله مرتب ايه شويه كده، فيروح مختلس حاجه معاك من هنا، تيجي تقول لك اديني كذا، طب مش انت وافقت؟ خلاص اتفقت، مش عاجبك ما ايه ما تشتغلش، لكن تسرق وتنهب ما ينفعش. فالشيطان مش سايب الناس، لكن ما تبين له الاحاديث دي
هيعرف ان اللي هو بيعمله ده كله غلط، هيعرف ان بياكل حرام، وكل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. تمام، وهيجي تفصيل اكتر للنقطه دي. عشان كده فزع الناس محتاجين مع الترغيب نستعمل الترهيب. الشرع ترغيب وترهيب، مش ترغيب بس ولا ترهيب بس، لان الاحاديث بتاعه الترهيب دي فعلا بتاثر على الناس تاثير شديد جدا. فزع الناس، فجاء رجل، شوف كمان بعد فزع الناس كمان حصلت ايه؟ استجابة وامتثال وتوبات ومراجعات، هو الناس هتبدأ تراجع نفسها. فجاء رجل بشراك أو شراكين، هو رباط النعل ده يعمل كام أو قدره إيه؟ شيء تافه جدا حقير، وممكن هو أصلا يكون خده عشان إيه؟ عشان هو شايفه إيه؟ شيء تافه ملوش قدر والله أعلم. وقال أصبت يوم خيبر، يعني دي كنت برضو واخدها يوم إيه؟ يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار، يعني هيتعاقب في مقابل ده يعذب بإيه؟ شراك من نار. وده دليل استدل به العلماء على مناسبة العقوبة للجناية. مثلا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، بيأكل في بطنه بقى، يبقى الآية قالت إيه؟ إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. تمام، ده برضو خد الشراك ده من المغانم، فيوم القيامة أو في القبر شراك من نار والعياذ بالله بسبب هذا الغلول الذي غلى. فالجناية أو العقوبة تناسب الجناية. ولذلك يعني نقول أثر الترهيب في نفوس المكلفين وامتثالهم. أيضا في مجيء هذا الرجل بهذا الشيء الذي غله، نقول من شروط التوبة رد الحقوق لأصحابها. فجاء رجل، يعني ما يقولش أنا توبت ويفضل الحاجة إيه؟ لا، أنت كده توبتك ناقصة، لازم سرقت أو نهبت، عشان التوبة تكون صحيحة مقبولة لازم ترجع الإيه؟ الحقوق لأصحابها. تمام، مع الندم على ما اقترف. أيضا فيه خطر وعظم وحرمة حقوق الناس، خطر وعظم وحرمة حقوق الناس. من الفوائد المهمة وبها أختم هذا الحديث، أقول معشر الدعاء اتقوا الله في الناس، وكلنا كذلك، كلنا دعاء. كم فيهم من يريد التوبة وتحول الشهوات والتعلق بها بينه وبينها، كم فيهم من يحتاج لتذكير وموعظة كي يرتدع عن معصيته. اتقوا الله في الناس واجتهدوا في دعوتهم. الحديث قبل الأخير عن أبي رافع رضي الله عنه، أبو رافع ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع. إيه البقيع؟ البقيع مواضع بالمدينة، منها بقيع الخيل وبقيع الخب، الخب جبة. تمام، وأصل هذه، وهذا أصل هذه الكلمة تطلق على عدة مواضع، ومنها بقيع الغرقد اللي انت قلته اللي هو الايه؟ المقابر، وهو المراد هنا كما في رواية البزار، كما في رواية البزار. فمررنا بالبقيع أو مررنا بالبقيع، فقال أف لك أف لك أف لك. قال فكبر ذلك في ذرعي، في ذرعي يعني عظم عندي موقعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتأفف مننا أف لك أف لك ثلاث مرات. قال فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني. فقال ما لك؟ النبي لما شافه تأخر قال له إيه؟ ما لك؟ امشي. قلت أحدث حدث، وفي رواية اكتبوها عندكم أحدثت حدثا، وفي فرق طبعا بين الاثنين هنقوله في الفوائد. فقال أحدث حدث، وفي رواية قال أحدثت حدثا. فقال ما ذاك؟ قلت أففت بي، يعني إيه؟ أففت بي، اللي هو أف 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 لك.
قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع مثلها من النار. وفي رواية عند النسائي يكتبوها جنبيها فدرع الآن مثلها من نار، ودي فيها فائدة إضافية، فدرع الآن مثلها من نار. نعوذ بالله. النمرة بردة من صوف تلبسها الأعراب، بردة من صوف تلبسها الأعراب. درع يعني إيه؟ مكتوب عندكم جعل له درع مثلها من نار. درع يعني زي القميص كده. يقول أبو رافع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل. دي فيها فايدة إيه؟ القائد والمربي والعالم ليس بمنعزل عن الناس، بل يأتيهم ويخالطهم ويجالسهم. وهذه في الحقيقة هي أو هو لب التربية، مخالطة، معايشة. القائد والمربي والعالم ليس بمنعزل عن الناس، بل يأتيهم ويخالطهم ويجالسهم. وما تتعللش بقى اللي انت مشغلك كتير وما عندكش وقت، انت مش اكتر من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يطوف على الناس ويعلمهم ويدعوهم رغم مشاغله صلى الله عليه وسلم. طيب وهم راجعين بقى، يقول حتى ينحدر للمغرب. ينحدر يعني يعود ليصلي ويدرك المغرب في المسجد النبوي يعني. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع. فيش حاجة كده أنت لفتت نظرك؟ ها؟ طب فيها إيه؟ يسرع. هو ينفع نسرع وإحنا رايحين نصلي؟ ها إزاي؟ تسعوا إلى ذكر الله، والحديث قال عليكم بالإيه؟ بالسكينة. تمام. طب إيه تفسير بقى اللفظة دي؟ ترجم الإمام أو بوب الإمام النسائي لهذه اللفظة أو للحديث باب الإسراع إلى الصلاة، وقال في شرحها وهو دون السعي. أو هو قال إيه يسرع هنا؟ قال هو دون السعي، يعني زي ما نقول كده بيمد. تمام كده، بس مش جري. في قوله يسرع إلى المغرب المقصود به الإسراع دون السعي، كما ترجم النسائي للحديث وقال الإسراع إلى الصلاة من غير سعي. الإسراع إلى الصلاة من غير إيه؟ من غير سعي. ودي مهمة جدا أن الإنسان ما يقرأش الكلمات ويفسرها كده مع نفسه، لا، لازم ترجع لشروح الإيه؟ العلماء. طب نكمل. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع، فقال اللي هو بقيع الغرقد يعني، قال أف لك أف لك أف لك. الصحابي اللي هو أبو رافع لما سمع التأفيف ده عمل إيه؟ معايا؟ عمل إيه؟ أيوه هي دي بقى. إن في بعض الناس بيبقى قاعد في الدرس وفي الخطبة وكل حاجة تتقال يسقطها على غيره، ما يتقال له أنت ظالم، أنت بتسيء العشرة لزوجتك وتسيء تربية أولادك وبتعمل وتعمل، كل الكلام ده هو منه إيه؟ براء. لا، جنبيه هو ده اللي بيعمل كده، خد بالك. وحاجة تانية أو كده، ده فلان اللي وهو في الآخر يطلع إيه؟ ما فيهوش أي حاجة، هو في الحقيقة اجتمع فيه الشر كله. الصحابة ما كانوش كده، الصحابة كانوا يسمعوا الآية والحديث يخطبوا بها نفسهم. بس مش صحابة الموافقين يعتبروا كل صحات عليهم؟ لا، دي غير دي. فمثلا ثابت بن قيس لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فلزم بيته. نزلت الآية، هو خد الآية على إيه؟ على نفسه. عشان كده سيدنا أنس بيقول افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس. ودي فيها فايدة للناس المربين بقى، اللي هي قضية المتابعة. مش واحد غاب من الدرس ولا من الكتاب ما إيه؟ نسألش عليه. لا، انت دوما كده وانت قاعد في الدرس بص للي جنبيك، 2-3 من هنا 2-3 من هنا،
الدرس اللي بعده برضه بص لقيت واحد اتكرر بالغياب بتاعه، خدت بقى اسأل عليه اتصل بيه، ان انت هتغيب وهيتصل برضه بيك، ما سألتش محدش هيسأل عليك. فمعنى الترابط ده مهم. حضرت الدرس بقى حريص ان انت تتعرف على اخوانك، مش تحضر وتمشي وخلاص زي العفريت، لا محدش بيحس بيه لما يدخل ولا لما يطلع، لا انت حضرت بعد الدرس سلم على اخيك، اخوك فلان وفلاني ومش عارف ايه وتليفوني وتليفوني وكده. التعارف ده والتأخي مهم. المسلم قليل بنفسه، ها كثير بايه؟ باخوانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم المعنى ده كان موجود، حتى في غزوه تبوك ما فعل ايه؟ كعب بن مالك يتفقد، شوف مين ما جاش ومين تأخر ومين، تمام كده؟ افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله انا اعلم، انا اعلم لك علمه، انا اعلم لك علمه، يعني اجيب لك ايه؟ الخبر بتاعه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له، بيسأله ايه الاخبار؟ قال شر. ايه شر؟ يعني يقصد نفسه. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، فهو من أهل النار. يعني قال له مالك؟ قال له شر. كان بدل ما أقول كنت، هو قالها بصيغة كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال له اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. قال أنس فكنا نراه يمشي بيننا وهو من أهل الجنة. حديث البخاري. قتل ثابت بن قيس في حرب اليمامة في قتال مين؟ مسيلمة الكذاب رضي الله عن ثابت. وهكذا الصادقون يخافون على أنفسهم ليس يبرئونه، يخافون على أنفسهم ليس يبرئونه كما يفعل البعض، اللي احنا سميناها ظاهرة الإسقاط، كل نص يجي عليه يسقطه على غيره فيخرج سالما وقد اجتمع فيه ربما الشر كله. عشان كده الصحابي هنا قال ايه؟ فكبر ذلك في ذرعي، يعني الموضوع كبر علي، عظم عندي موقعه، لان انا ظنيت ان الكلام ده ايه؟ ليا انا، تمام كده؟ فقال مالك، او قال استأخرت، فاستأخرت وظننت انه يريدني، فقال مالك امشي. قلت أحدث حدث، خذوا بقى الرواية اللي قلت لكم عليها فيها فايدة، وفي رواية أحدثت حدثا، يبقى ده هو فعلا إيه؟ ها؟ أسقط الكلام على نفسه، أنا عملت حاجة، أحدثت حدثا. قال ما ذاك؟ إيه هو؟ قلت أففت بي، أففت بي يعني تأففت من فعل أنا فعلته، ولا فلا تقل لهما إيه؟ أف كلمة تقال عند الإيه؟ الغضب والضجر. فقال لا يعني مش انت، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة. بعثته ساعيا يعني ايه؟ يأتي بالزكاة، يجمع الزكاة. هذا في فائدة على الإمام، إقامة الدين في الناس، فهو يعين الولاة والقضاء ويبعث السعاة لجمع الزكاة ونحو ذلك. طيب فعمل ايه بقى ده لما اتبعت يجمع الزكاه؟ عمل ايه؟ طيب هي ايه علاقه الباب بقى؟ ايه علاقه الحديث بالباب؟ الباب الترجمه بتاعته ايه؟ الطريق منين؟ الغلول. والغلول احنا قلنا معناه الاخذ من الايه؟ الغنيمه قبل قسمتها. فين الغنيمه هنا؟ ما فيش. يبقى ده دليل للعلماء لما قالوا ان الغلول معناه اوسع، اللي هو الاخذ من الاموال عموما، اموال المسلمين، سواء كانت مال غنيمة، كان مال زكاة، كان مال عام مثلا في شركة أو غير ذلك، كل هذا ينطبق عليه هذا الوصف. هذا دليل على حرمة المال العام، وأن معنى الغلول يشمله كما قدمنا. ومن ذلك أن يأخذ من أموال الزكاة وهو ليس من أهلها، يعني هو مثلا دلوقتي في واقعنا بيجمع الزكوات، تمام، فيروح هو واخد جزء لنفسه. فمثلا ليه؟ يقول لك أنا محتاج. طب انت دلوقت، حاضر، انت دلوقت استفتيت عالم حالك ده، تقول له والله انا دخلي كذا وعندي واحد اثنين ثلاثة، وهل يجوز ان انا يبقى لي نصيب من الزكاة ولا لا؟ افتاك خلاص. لكن انت بقيت انت بتجمع وبقيت عالم تفتي نفسك وتاخد. اضف لكده احنا قلنا قبل كده اللي بيجمع الزكاة دلوقتي ده مش هو العاملين عليها،
العاملين عليها دول ناس كان الإمام بيوظفهم، هو ده شغلهم، وكان بيديهم لذلك مقابل من الزكاة أجر على العمل بتاعهم. لكن أنت دلوقتي محدش عينك، أنت متطوع، تمام كده؟ فبعض الناس بيتخوض في الموضوع ده وبياخد، لا ما بتجيش كده. فاستفتي العالم، هل أنا أستحق أم لا، وكم تستحق، كم القدر. عشان كده من يأخذ من أموال الزكاة وهو ليس من أهلها أو يتخوض في أموال المسلمين بغير حق، فهذا الحديث تحذير له. وقد تقدم معنا حديث هدايا العمال إيه؟ غلول. إن يبقى عامل قائم على عمل عينه الإمام وليه راتب، فواحد يجي يدي له هدية، طب يدي له هدية ليه؟ لو هو مش عامل مش هدي له حاجة ولا هيسأل فيه، لكن هو عايز مصلحة، عايز بعد كده إنه مش عارف إيه، يخصم له حاجة، يخفض له. فكل ده الناس لازم تفهمه عشان ما نستسهلش أو لا نقع في الحرام. تمام؟ هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع مثلها من نار. والجزاء من جنس العمل، اللي هي مناسبة العقوبة للإيه؟ للجناية. هو غل نمرة لبس كده، فبرضه ما يخش القبر إيه؟ عشان كده الرواية الثانية مهمة بقى، فدرع الآن مثلها من نار. درع الآن ده دليل فعلا على ذاب القبر، درع الآن. طب لما قال أف لك ودرع، أف لك ده خطاب لمين؟ للساعي. طب هو أنت بيقول لك، تمام كده؟ عشان كده الصحابي اللي هو أبو رافع ظنه إيه؟ ليه هو؟ عشان كده العلماء قالوا هذا خطاب للساعي بعد موته استحضارا لصورته حين مر بقبره، معد على القبر، تمام كده؟ افتكر واللي هو عمله فقال ذلك. وقال بعضهم أو لعله كشف عنه فرآه وخاطبه، إنه شافه في القبر والنار عليه، فرح ايه قال أفن لك أفن لك أفن لك، وده الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. عشان تعرف الموضوع خطير، ما هوش سهل. درع أي ألبس عوضا درعا من نار، كما قال السندي ألبس عوضها، ألبس عوضها درعا من نار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا في تحريم الغلول، وأنه من الكبائر ومن أسباب العذاب في القبر وفي النار، من أسباب العذاب في القبر وفي النار. الحديث الأخير، قال عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة. صح صح كده معايا في الحديث ده؟ من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. رواه الترمذي والنسائي. الكبر والغلول والدين. استدل العلماء بالحديث على العكس، أن من جاء ليس بريئا منها حرم من الإيه؟ من الجنة. الله المستعان. طبعا الخصلة الأولى، خلينا نمشي بالترتيب، من فوائد الحديث إثبات المعاد والقيامة والحساب، إثبات المعاد والقيامة والحساب. من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة. طبعا ذكر اليوم الآخر يعين على مثال الشعائر، الإنسان لما يسمع حديث ده يراجع بقى نفسه، هل أنا متكبر؟ هل أنا بمد إيدي حاجة مش ليا من أموال المسلمين؟ هل أنا هتنطبق علي موضوع الدين ده زي ما هنقول دلوقت؟ إيه موضوع الدين؟ هنشوف. يبقى يراجع الإنسان نفسه. الكبر بطر الحق وغمط الناس، إنسان شايف نفسه أفضل من الناس، وده خد بالك، أنت مش هتقول أنا متكبر، أنت هتقول ده أنا إنسان متواضع. لكن أنت تعرف نفسك متكبر ولا لأ من مين؟ من أفواه الناس. اسأل الناس عنك، قل له كيف تراني واصدقني، لأن المؤمن مرآة إيه؟ بجد. وده اللي تسأله، عشان أنا عارف في ناس بعد الدرس هيجي يقولوا لي كيف تراني، أنا ما أعرفكش. كيف تراني دي يكون واحد إيه؟ مخالط ليك جدا، لأنه عارف كل حاجة عندك. فما تقول له كيف تراني وتأكد عليه صدقني، يقول لك والله في كذا وفي كذا وفي كذا، ما تروحش بقى شايطه، ما تقول له أنت كذاب، وأنت مش أنت قلت له صدقني؟ بس هو بيصدقك، والمؤمن مرآة، والمرآة بتبينك لما تقعد، ما تجيبش واحد تاني، هتجيب واحد تاني بدالك. وبعدين عشان تتأكد اسأل إيه؟
تاني وتالت ورابع، فلقيت الخصال دي فيك يبقى الحق نفسك. انت فعلا متعالي على الناس، بتبص لهم من فوق، شايف ان الناس كلها انت افضل منها، خد بالك. فهي خد بالك بقى. طب الكبر، لا يدخل الجنه من كان في قلبي مثقال ذرات من ايه؟ من كبر، نعوذ بالله من الكبر. طب ماشي. والغلول، قبل ما نعدي معلش الكبر، لو احنا شلنا النقطة اللي تحت حطناها فوق وزودنا لها نقطة، مش الكتر، لا يبقى الكنز، تمام كده. طب تنفع؟ مالكوا ساكتين ليه؟ ها؟ لو على الذهب والفضه مثلا هم، ايوه بالظبط، لان كمان خصوصا ان سياق الكلام في الحديث عن ايه؟ عن الاموال عموما، تمام كده. فهنا فعلا ذكر ابن الجوزي في مجمع الاسانيد عن امام الدارقطني روايه الكنز، يبقى من جاء يوم القيامه بريئا من ايه؟ من ثلاث دخل الجنه. بس روايه الحديث بقى عند ابن ماجه، من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنه، من الكنز والغلول والدين. لا، الكنز غير الكبر. الكنز ده بقى اللي هو يجمع المال ولا يخرج زكاته، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وذكر الحافظ ابن مردويه الحديث في تفسير الآية والذين يكنزون، قال السندي في حاشيته على ابن ماجه، وهذا هو الموافق لما بعده، إذ الكلام فيما يتعلق بالأموال. شوف فقه العلماء، يقول لك ده الموافق فعلا بعدي، بعدي غلول وبعدي دين، يبقى دي نسبها الكبر ولا الكنز. فعشان كده قالوا كده، الحديثين صحاح، ده صحيح وده صحيح. فالرواية التي عند ابن ماجه، من فارق الروح الجسد وبريء من ثلاث دخل الجنة، من الكنز والغلول والدين. اضف لها بقى، والمراد ما لم تؤد زكاته. ليه؟ لأن الحديث الآخر كل ما أديت زكاته فليس بكنز، كل ما أديت زكاته، طالما أنت عندك الملايين مليارات، طالما بتأدي الزكاة فيها وبتنفق منها النفقات الواجبة، يبقى خلاص ليست بكنز، لكن الأفضل أن ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب الكبر وإيه؟ والغلول قلنا معناه. التالتة الإيه؟ الدين. طب الدين بقى، الإنسان المدين يتحرم من الجنة؟ يؤخذ من حسنات، ها؟ المدين يحرم من الجنة؟ ها؟ أخذ الدين ورجعه؟ ما كانش ناوي يرجعه، مماطل. طب تعالوا نشوف كلام العلماء. قال الحافظ في الفتح وعند ابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة رضي الله عنها قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه، دي يريد يعني الأمر إيه؟ نية، هو واخد الدين نيته إيه؟ أنه يسد، إلا أداه الله عنه في الدنيا. قال وظاهره يحيل المسألة المشهورة في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه، يعني واحد عليه دين ومات قبل ما إيه؟ يسدد، من غير إيه؟ من بغير تقصير منه، كأن يعسر مثلا أو يفجاه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوفى عنه في الدنيا. يقول ويمكن حمل حديث ميمونة على الغالب، والظاهر بقى دي ركزوا فيها، أنه لا تبعة عليه، والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين، يتكفل الله عنه ليه؟ طالما هو نيته السداد وهم سدوا عنه بس ما فيش وفاء، ما كملوش، التاني ليه حق لسه، يتكفل الله عنه ليه؟ لصاحب الدين، كما دل عليه حديث الباب اللي هو يقصد ايه؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال ابن بطال في فوائد هذا الحديث،
فيه الحض على ترك استئكال أموال الناس. واحد بيروح يقترض عشان يغير مش عارف ايه ويوسع، انت دي مش حاجة ولا ضرورة، لما يبقى معاك اعمل. وابعد عن خلاف العلماء في موضوع الدين، ليه تحط نفسك تحت هذه الطائلة؟ ما لا تحتاج إليه خلاص اتركه حتى يعينك الله سبحانه وتعالى عليه. أو عايز مثلا يطلع يقضي أسبوع في مطروح ولا ليه يعني؟ وانت لو ما رحتش البتاع ده مش هتعيش؟ لا، خد بالك. تمام كده؟ الحض على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية لهم عند المداينة. لذلك نقول الدين شأنه خطير. إذا استدان العبد أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه، أعانه الله في الدنيا. فإن كان عليه شيء فالله عز وجل يتكفل عنه لصاحب الدين كما سمعتم في الحديث، طالما لم يكن مفرطا. بذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، ونبدأ المرة القادمة في فصل جديد وهو الترغيب في الشهادة وما جاء في فضل الشهداء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه حجة لنا لا علينا، أمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.